مشاهدينا متابعينا الاعزاء، ما زلنا مستمرين في منافسات هذا الصباح لنتابع انطلاقه هذا الشوط واستمراريه منافسات سن اللقايه شوطنا السابع التاسع عشر المخصصه لسن اللقايه البكار، لنتابع انطلاقه اول المراكز وشعار البرنس مع منصوره. منصوره على المركز الاول، تعود الملكيه لحمد بن محمد بن طالب بن عقيل المري على المركز الاول. ثاني المراكز تعود ملكية المراكز لمحمد بن ظافر بن راشد الدوسري اللي هي ضبية أو الوجبة على المركز الثاني على ثاني التحديات. ثالث المراكز التقدم من غارة ناجي بن مصر بن صالح الرزق العجمي على ثالث التحديات، النقلة إلى المركز الرابع. وتابع على رابع المراكز انطلاقة فتنة سالم بن محمد بن هادي الجربوعي المري، والمركز الخامس الوصول. مشاهدينا الكرام، المركز الخامس تواجد خير حجاب بن حمد بن محمد التحبج المري على خامس المراكز. هذا هو النداء للأسماء الخمسة الأولى المتواجدة والمنطلقة بمسيرة هذا الشوط. العودة إلى الصدارة إلى أول المراكز لنتابع مقدمة هذا الشوط. انطلقت مع الصدارة الوجبة محمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوسري ليقود الأسماء بانطلاقة وتواجد الوجبة على المركز الأول. ثاني المراكز التقدم من قبل منصورة حمد بن محمد بن طالب بن عقيل المري متواجدا شعاره على ثاني التحديات، ليقدم لنا هذا الشعار بتواجد على انطلاقة ثاني التحديات. المركز الثالث، ثالث المراكز الشايقة أو هذه على المركز الثالث المتواجدة مشاهدينا الكرام غارة ناجي بن مسفر بن صالح الرزق العجمي مقدما لنا شعار على المركز الثالث المركز الرابع. نتابع على رابع المراكز قدوم الشايقة سلمان بن محمد بن فهيد الرزق العجمي، وخامس التحديات خير الحجاب بن حمد بن محمد الحبج المري. هذا هو ندائنا الثاني للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة بمسيرة هذا الشوط، وما زلنا نترقب قدوم الأسماء والشعارات الحاضرة والمتواجدة بمسيرة هذا الشوط. تابع سيل جارف من اللقاية البكار واصلة مخترقة للنداء والأسماء الخمسة الأولى. أعود إلى الصدارة لأسجد النداء مع أول المراكز وندائنا الثالث الوجبة على المركز الأول محمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوسري يقود الأسماء ويسيطر على المركز الأول. ثاني المراكز التواجد من منصورة حمد بن محمد بن طالب بن عقيل المري يقدم لنا شعار على المركز الثاني. ثالث المراكز غارة وناجي بن مسفر بن صالح الرزق العجمي على المركز الثالث المركز الرابع. وتابع شعار بن بيشان على رابع المراكز مع الشايقة سلمان بن محمد بن فهيد الرزق العجمي، وخامس المراكز تقدم عزامة. وصلت عزامة لأول نداء علي بن سالم بن سنيد الدعية، يصل شعار بن الدعية على المركز الخامس لينضم مع الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة بمسيرة هذا الشوط، ويقدم لنا عزامة اللي تستعيد من الذكريات لعزامة الفاطر اللي حضرت في هذا الميدان وقدمت انطلاقات كبيرة وسجلات حافلة ضافتها لصالح شعار ابن الدعية، وكذلك حضر هذا الشعار وحمل لنا بارود اللي أيضا قدم لنا انطلاقات كبيرة وحضور مميز في جميع الميادين خصيصا في ميدان شحانية وفي دولة الإمارات وفي دولة الكويت. هذا هو شعار بن الدعية كما أسلفت اللي تسلع على المركز الخامس. هنالك أيضا تسلل من شعار بن حفار اللي وصل على ظهر بن صوقان عبد الهادي بن سالم
بن عبد الهادي الغفراني المري يصل بن ذيبان شعار على المركز الخامس. هذه الأسماء، هذه الشعارات الحاضرة والمتواجدة بمسيرة هذا الشوط. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول. بدأت أمور الصدارة تتغير مع غارة، غارة من شنت الغارة وانطلقت مع المركز الأول. غارة تعود الملكية للناجي بن مسعود بن صالح الرزق العجمي على المركز الأول. ثاني المراكز التواجد مشاهدينا الكرام من قبل منصورة حمد محمد بن طالب بن عقيل المري المركز الثالث، بن صوغان على المركز الثالث، عبد الهادي بن سالم بن عبد الهادي الغفراني المري رابعا اللي تسلت الى ثالث المراكز، عزام علي بن سالم بسنيد الدعية خامس الأسماء، خيرة الحجاب بن حمد محمد آل حبج المري. هذا هو النداء للأسماء الخمسة. بدأ تتقالص الأمتار، دخلنا أجواء الكيلومتر الأخير، كيلو العمليات، كيلو صراع، وانطلقت قارة وشنت الغارة نحو الناموس مع المركز الأول. غارة لناجي بن مسعود بن صالح الرزق العجمي على المركز الأول وعلى الصدارة والمقدمة، مع مقدمة هذا الشوط تباعد المسافة مع المركز الأول. ثاني المراكز وصلت عزامة، وصل شعار بالدعية مع انطلاقة عزامة علي بن سالم بن سنيد الدعية. المركز الثالث يوسلوب، وصلت خيرة خيرة خيرة، انطلقت في اللحظات الأخيرة لتنطلق إلى المركز الثاني بشعار حجاب بن حمد محمد الحبج المري. والمركز الرابع قادم في هذه اللحظة شحنية، فهيد بن فرج بن هادي بن أهليل مع شعار العاصوف. وأعود إلى الصدارة، أعود إلى غارة. خلاص قفلت مجريات الشوط غارة، قفلت مجريات الشوط. إذا أبناء نجران يتابعون انطلاقة غارة على المركز الأول. ناجي بن مسعود بن صالح الرزق العجمي له التهنئة وله الناموس على هذا الفوز المستحق، وكذلك نهني أبناء نجران على هذا الفوز المستحق وعلى حصول غارة على المركز الأول. ثاني المراكز وصلت شحانية لفهيد بن فرج بن هليل أخر العاصوف هالمرة المركز الثالث، وصلت خير حجاب بن حمد بن حبج المركز الرابع، عزامة لسلطان أو زعامة لسلطان بن حمد بن ترحيب بن نايف المركز الخامس، وصلت سيلية لسالم بن مبارك بن محمد النابت المري. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء شاهدنا وتابعنا منافسة هذا الشوط، نذهب بحضراتكم إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. هذه غارة الوصول إلى خط النهاية، 8 دقائق 6 ثواني ثمان الزمن الثانية. الثاني التبريكات لمالك غارة على هذا الفوز المستحق، ناجي بن مسعود بن صالح الرزق العجمي. والثانية كما أسلفت ذهبت لأبناء نجران المركز الثاني. وصلت مشاهدي الكرام الشحانية 8 دقائق 10 ثواني 9 الزمن الثانية. التهاني والتبريكات للعاصوف فهيد بن فرج بن هادي بن هليل المري المركز الثالث. كان الوصول من قبل خيرة 8 دقائق 18 ثانية بدون أي جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لحجاب بن حمد بن محمد الحبش المري.